احنا داخلين على مرحلة عنوانها يعني الرئيسي لا تراجع ولا استسلام، والموضوع بقى بالنسبة للأهلوية جماهير النادي الأهلي حياة وموت. الكلام على طبعا مشوار الأهلي اللي فاضل في منافسة بطولة الدوري، وقلت لحضراتكم انه البطولة السنة دي غير، يعني احساس جماهير النادي الأهلي بالبطولة السنة دي وأهميتها غير، وإصرار كبير جدا ان شاء الله بإذن الله ان احنا نحافظ على اللقب المفضل والمعتاد الحقيقه اللي اتعودت عليه جماهير النادي الاهلي. هنتكلم على مشوار النادي الاهلي وكل الصعوبات، لان المرحله الحقيقه فيها مطبات كتير جدا صعبه، وكان الله في عون الجهاز الفني، وكان الله في عون اللاعبين الحقيقه اللي بقى لهم يمكن داخلين في سنه دلوقتي في حاله ضغط رهيبه جدا من بطوله لبطوله ومن ماتش لماتش ومن تمرين لتمرين، حاجه كده فيلم لا ينتهي. نرحب طبعا الاول بكابتن ماهر همام، ضيفنا النهارده في السادسه ونجم كبير طبعا من نجوم النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن ماهر. اهلا بيك حبيبي، ابارك لك على 10 عشان انا ما شفتكش من ساعتها. الف الف بقى مبروك. بقى فتره فعلا ما تقابلناش، لكن الله يبارك فيك يا حبيبي. وقفلناها بسرعه ولفينا على طول على دوري يعني طبعا. ازاي شفت مشوار الاهلي، خصوصا انه يمكن من بعد فرحه الفوز بالدوري الابطال كان في مطب صناعي كده مع البنك الاهلي، خسرنا فيه نقطتين، وكان في مباراه صعبه جدا من يومين مع الانتاج الحربي كان فيها ريمونتادا طبعا بتوقيع روح الفانيلا الحمراء. بالظبط. بص يا احمد، انا عايز اقول لك ان في بدايه كلامي ما تقلقش على المنظومه الكبيره، منظومه النادي الاهلي، لان المنظومه الكبيره ديت منظومه اداريه على اعلى مستوى، منظومه فنيه على اعلى مستوى. يعني يمكن النادي الاهلي من الانديه زي مثلا ريال مدريد، زي برشلونه، زي بايرن ميونخ، الحاجات الكبيره دي اللي هي وتت اساس قوي جدا، بيتورث مجالس اداره، بيسلموا بعض اجهزه فنيه، لاعبين، اجيال بتسلم اجيال. لكن عايز اقول لك ان الجانبين دول هم السعاده، هم الانجاز اللي بيحصل على الساحه الرياضيه في النادي الاهلي. الاداره ممثله في مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللي هو عنده درايه كبيره جدا بالشق الاداري من خلال وهو لاعب وهو اداري وهو عضو مجلس اداره ونائب الرئيس ثم الرئيس. وده مساعدنا بشكل كبير جدا، تواجده مساعدنا بشكل كبير جدا في الجانب الاداري، طبعا بوجود الكابتن سعد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي، ودول كمان يعني عندهم باع كبير جدا وخبرات كثيره جدا. فالجانب ده اي مشكله بتحصل زي المشاكل اللي حصلت في المباراتين اللي فاتوا دول، كان بسرعه الكابتن محمود الخطيب موجود ومتواجد مع الجهاز الفني ومع اللاعبين، وبيقدر بقى ينقل لهم خبراته في المراحل دي، لان احنا لعيبه وهو كان لعيب، مرينا بالمراحل دي، فدي الخبره هنا بقى ازاي انك انت تعالج المراحل دي وبسرعه، وتقدر تاخد قرار فيها وبسرعه، وتقدر توصل للعيبه الاهداف اللي جايه عشان نعدي هذه المرحله. طب انا عايز اتكلم معاك انه ده بيحصل في الظروف الطبيعيه، يمكن الموقف ده حصل سيناريو مشابه لي في شهر 4 اللي فات. انا كنت بتكلم في بدايه الحلقه انه مفيش فريق في الدوري لعب 9 ماتشات، اللي هو تقريبا بتتكلم في 30% من عمر المسابقه في خلال فتره لا تتجاوز 27 يوم. بالظبط. انت المره دي، وطبعا انت عارف انه الاهلي بحكم مشاركته في بطولات عالميه وبطولات افريقيه هو اكتر فريق لعب ماتشات في الموسم ده، ويمكن احنا اخر فريق مخلصين ماتشات الموسم اللي فات، والموسمين حضرتك عارف ان هم يعني تقريبا يعتبروا موسم واحد ممتد. صحيح. بالزبط. خد بقى اضيف على ده بعض ده اللي انا مش قصه قلق، بس قصه ان انا بحط في الاعتبار قدامي عشان اشوف انا رايح فين. وانت عارف انه الاهلي دلوقتي بيلعب ماتشاته من غير 6 لعيبه موجودين في منتخب مصر الاولمبي في اليابان، الفرقه الوحيده اللي عندها ضغط مباريات متوالي في وقت اغلب الفرق فيه مريحه تقريبا ما بتلعبش. فكل ده يعني لابد انه يتحط في الاعتبار. هو محطوط في الاعتبار يا احمد، وعايز اقول لك هو ده سمه البطل. يعني هو ده البطل، ده شعار البطل. ان هو طول عمره محطوط في ضغوطات زي ما بقول لك اداريه او فنيه، مباريات لعيبه خارج القطر المصري موجوده مع المنتخب الاولمبي، النادي الاهلي عنده خيره اللعيبه اللي موجوده في افريقيا وفي العالم العربي. فانا عايز اقول لك ان هو عشان بطل فعيني محطوط تحت الضغوطات دي، لكن البطل قادر ان هو يقدر يعدي هذه الصعوبات ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه.